انا سهرت معاه وتقاتلت معاه وما خليت ما درت انا وياه باش انا وصل لهذا المستوى العالي ويجيب ولو دليل واحد باللي ان الجمعيه استغلته وهذوك الناس اللي كيحرضوه وهذوك اعداء النجاح ديال جمعيه اشبال تيغزاف مريات لان الشارع المريرتي تيعرف شنو كاين راه تيعرف تيمشي بنادم في الشارع وتيعرفوا شنو كاين. سامحه الله على هذه الاتهامات هذوها وقلت لك الله على ما اقول شهيد وحسبي الله ونعم الوكيل في هذوك الناس اللي وصلوا لهذا المستوى لهذا الوضع هذا. معكم هشام بويلغمان مدير تقني لجمعيه اشبال تيغزا. تنشكروا موقع على الاستضافه وتنوروا الراي العام على ما تداول مؤخرا في الشارع المريرتي والشارع المغربي على البطل امكنتي عبد السلام. فالجمعيات اشبال تيغزا قدمت له كانت الام وكانت الاب والسند ديالو باش انه بنى السميه ديالو وهذا ماشي غريب على بزاف ديال الابطال اللي ما تيكونوش يعني الاخلاق الرياضيه ما تتكونش عندهم يعني انهم كيتهموا الجمعيات ديالهم وانهم كيستنكروا الجميل اللي عطاتهم الجمعيه ديالهم. انا كمدرب ديالو انا سهرت معاه وتقاتلت معاه وما خليت ما درت انا وياه باش انه وصل لهذا المستوى العالي وقال بلي انه تستغل فراه ماشي تستغل فهو تيكذب وانا تنعاود نقول له وتنتحمل المسؤوليه يجيب ولو دليل واحد باللي ان الجمعيه استغلته وانها خدات دعم من اي جهه معينه تنقولها وتنسطر عليها خدات دعم باش انها تستافد منه هي على اللي هو سامحه الله وهذوك الناس اللي كيحرضوه وهذوك اعداء النجاح ديال جمعيه اشبال تيغزا في مريات لان الشارع المريرتي تيعرف شنو كاين راه تيعرف تيمشي بنادم في الشارع وتيعرفوا شنو كاين شكون هذاك شنو كيسوى منين جاي شكون هذاك. هذوك الناس اللي ما قدروش يحققوا نتائج الجمعيات ديالهم بالاحرى يمشيو يعتمدوا يشوفوا الرياضه ديالهم يكونوا لنا في الرياضه ديالهم دوك اللي تيحرضوا يكونوا لنا في الرياضه ديالهم. انا ما نطولش ما غاديش نعاود نخرج وانا كنتحدى اي واحد جمعيه اشبال تيغزا فهي نقيه وهي رائده في رياضه الكاراتيه وانتم كيمشوا راه كاينه شهاده ديال الجامعه وبامكانكم اطلقكم تلحقوا تمشوا حتى الجامعه الملكيه وانكم تحروا على هذا الملف هذا بدقه. الاخ الكريم حنايا راه الام ولا الاب كيدير لولده اي حاجه كيدير له المشاكل ويضربوه كاع وما يخليه ما يدير له ولكن تيبقى الام ام. حنا راه الاشاره الباب محلول الامكنه عبد السلام وقت ما بغى يجي سامحه الله على هذه الاتهامات هذوها وقلت لك الله على ما اقول شهيد وحسبي الله ونعم الوكيل في هذوك الناس اللي وصلوا لهذا المستوى لهذا الوضع هذا اللي حرضوه باش انه يوصل لهذا المستوى هذا لانه ما ينكرش ولو شو نقول لك واحد القضيه راه الضيف الا عطاك شربه ديال الماء مول الدار دخلتي ضيف وعطاك شربه ديال الماء كتشكره شربه ديال الماء بلا ما يدير لك شي حاجه اخرى غير شربه ديال الماء. واش انا هذا السؤال موجه لهذا مكناسي واش امكناسي ما عطاتك جمعيه ديال اشبال تيغزا والو الا ما عطاتك حتى حاجه فانكر الجميل. وباش بلا ما نطول عليكم شكرا بزاف على الاستضافه وتنشكرك بزاف. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.